السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله تاني إعدادي هنكمل شرح منهج اللغة الإنجليزية من كتاب بيت 2024، والنهاردة إن شاء الله يا ولاد مكملين الوحدة التالتة يونت 3 جريد جوبس اللي هي إيه وظائف إيه رائعة. النهاردة معانا حل تدريبات الدرسين التلات والرابع من الوحدة التالتة. الفيديو اللي عدى شرحنا الدرسين التلات والرابع، والنهاردة معانا بقى حل تدريبات يا ولاد. صفحة كام في كتاب بيت 135 135. تشيك أون لانجويج نوتس، تعالى بقى نشوف تشوز ذا كوريكت أنسر from A, B, C, or D. Number one بيقول لك the child الطفل، نوع the balloon البالونة، with air بالهواء، عمل ايه؟ عايز اقول ملأ البالونة بالهواء يا ولاد. felt شعرة، failed huh؟ سقط، felt ملأ، fell يسقط. طبعا دي يا ولاد هناخد دي، يعني ايه ملأ؟ بعد كده يا ولاد the jeweler المجوهرات، ان ذات ميوزيوم اللي في المتحف ده، نوع فانتاستيك، از ولا ار ولا وير ولا بي، هناخد ايه يا ولاد؟ فيديو الشرح قلنا الجولري والفرنيشر اساس المنزل وعمله معامله المفرد، يبقى انا كده عايز حاجه مفرد يا ولاد، از ولا ار ولا وير ولا بي، طبعا هاخد از. تمام، قلنا وعمله معامله الايه؟ المفرد. ذا دكتور الطبيب اسكيد مي تو نوت سلولي، الطبيب طلب مني ان انا اعمل ايه يا ولاد؟ ببطء. بريث نفس، بيرث الميلاد، بريس اتنفس ولا بريك اكثر؟ طبعا يا اولاد بريس اتنفس ببطء. يو شوت ستوب، يجب ان تتوقف عن ايه؟ ذا بوي نيكست تو يو حازم، توقف عن ايه؟ الواد اللي بجوارك يا حازم، تو هيت ولا تو هيتنج ولا هيتنج ولا هيت؟ احنا قلنا بعد السوب يا اولاد يتوقف عن، يجي بعدها ايه؟ فيرب اي ان جي، تبقى هناخد ايه يا اولاد؟ هناخد هيتنج. تمام، يتوقف عن فعل شيء. بيشنتس المرضى ان ذيس هوسبيتال، في المستشفى دي، ريسيف يتلقى، تريتمنت العلاج، العلاج ده سبيشال ولا انشنت ولا برايفت ولا بريف؟ طبعا علاج ايه يا ولاد؟ علاج خاص، يعني ايه سبيشال؟ تمام، علاج خاص بيهم هم. بيشنتس ان ذيس هوسبيتال ريسيف سبيشال تريتمنت، بياخدوا رعايه خاصه. شوف الصفحه اللي بعد كده، صفحه 137. exercise on vocabulary، تدريبات المفردات. choose the correct answer from A, B, C, or D. number one a natural knot is a terrible event، هو أي حدث فظيع، such as an earthquake، زي الزلزال. طيب اسمها ايه؟ natural ايه؟ water ما ولا science علوم ولا gas غاز ولا disaster كارثة؟ طبعا كارثة طبيعية، كارثة طبيعية disaster. بعد كده النقط helps people who are poor، بيساعد الناس الفقراء، sick أو المرضى، or don't have a home، من هو اللي بيساعد الفقراء أو المرضى والذين ليس لديهم أي أولاد؟ مأوى، بدون مأوى. school ولا charity ولا museum ولا theater؟ طبعا charity اللي هي المؤسسة الخيرية. نقط زمينت أو زمينت into small pieces before you cook it، نعمل ايه للحمة؟ لقطع صغيرة قبل ايه؟ طهيها، بويل نغلي، مندي يصلح، بامب ولا قط؟ طبعا قط، قطع اللحمة لقطع صغيرة قبل الطهي. the نقط is the area outside a city، منطقة خارج المدينة، where there are farms، فيها مزارع، are lots of nature، وفيها طبيعة. المكان يا ولاد اللي فيه مزارع وطبيعه، كانت ريسايد الريف، ارث كويك الزلزال، ماونتن الجبل، ايه كريسنت اللي هو الاحمر، هناخد طبعا ايه يا ولاد؟ ده الكانت ريسايد اللي هو، يبقى هنختار الريف كانت ريسايد، ده مكان خارج المدينه وهو اللي فيه فارمز مزارع اند نيتشر والطبيعه. فاي بيقول لي جراند ماذر الجده واز بورن ولدت ان 1955، ان 1955 اند ماي نوت جراند ماذر was born in 1930. تمام، طيب big ولا senior ولا high ولا great؟ طبعا اختار ايه يا ولاد؟ great grandmother اللي هي الايه؟ الجده الايه؟ الكبرى. بعد كده if you are not of someone، لو انت نقط شخص ما، you feel pleased with them، pleased يعني تشعر بالسرور، interested of ولا bored
اوف ولا براود، اوف ولا كين اوف. طبعا هاخد ايه بي براود اوف يا ولاد. لو انا فخور بشخص ما هكون ايه مسرور بيه جدا وفرحان بيه. 138 ديرتي وودر، المياه المتسخه. فروم اريفر من النهر كان نقط يو اف يو درينك ات، هتعمل لك كده وانت شربتها المياه المتسخه يا ولاد. انفكت تعديك ولا انجوي ولا كلين ونظف ولا مندي يصلح ولا انجوي يستمتع. طبعا المياه الولاد المتسخه هتعمل لي انفكت ايه عدوى او يعدي. بعد كده بيقول لك the knot tells the parts of our body what to do، مين هو يا ولاد المسؤول عن توجيه اجزاء الجسم ايه بماذا يفعله؟ مين اللي بيوجه اي اجزاء الجسم يا ولاد؟ هارت القلب، برين العقل، اي العين، ولا ستمك المعده؟ طبعا البرين اللي هو العقل يا ولاد او المخ. you can only open this door in knot such as a fire، fire اللي هو الحريق. الباب ده بيتفتح في ايه فقط؟ زي الحريق. الحريق ده نوع ايه من ايه؟ emergency طوارئ، اتشارتي مؤسسه خيريه، ليجر اللي هو السرور، اورجانيزيشن منظمه. طبعا في الامرجنسي اللي هي الطوارئ يا ولاد. الباب ده بنفتحه في الطوارئ بس ايه زي الحرائق. he was a knot for the red crescent، الهلال الاحمر. he was a knot bigger ولا charity ولا donation ولا volunteer؟ هو كان ايه يا ولاد؟ كان فولنتير متطوع في الهلال الاحمر. This football كرة القدم has no air inside، ليس بها ايه هواء بالداخل. كرة القدم دي ما فيهاش هواء، هنعمل ايه؟ عايزين ايه؟ I need a knot to fill it، عايزين ايه ننفخها او يملأ، عايزين نملاها هواء. نملاها بايه؟ قط ولا بلانت ولا بومب ولا بوكس؟ املاها بالصندوق ولا المضخة ولا البلانت النبات ولا قط؟ طبعا ايه ولاد؟ بومب الايه؟ المضخة. knot is usually made of gold، ايه المصنوع من الذهب؟ فرنيتشر الاساس ولا جولر المجوهرات ولا انفورميشن معلومات ولا شيتس اوراق؟ طبعا الجولر المجوهرات. وطبعا قلنا ايه بيتعاملوا معاملة المفرط هي والفرنيتشر. ماي فريند صديقي هاد ان اكسيدنت، اتعرض لحادثه. سو هي هاد ان نوت ارم، حصل له في ذراعه. بريك ولا بروك ولا بريك كينج ولا بروكن؟ طبعا دراع مكسور يعني ايه يا ولاد؟ بروكن يعني مكسور، بروكن مكسور. Can you tell me the knot of the brain؟ مخ أو عقل. ممكن تقولي الهوم ورك الواجب بتاع المخ ولا فانكشن الوظيفة ولا هاوس ورك العمل المنزلي ولا كارير المهنة؟ طبعا قولي الفانكشن الوظيفة بتاعة القلب بتاعة العقل أو المخ ايه. Children in Egypt، الأطفال في مصر. Not school at the age of four، في عمر ايه؟ الأربع سنوات. ستارت يبدأ، ووك يمشي، ولا فينش ينهي، ولا بلاي يلعب؟ طبعا بيبدأوا المدرسة في عمر أربع سنوات اللي هي الكي جي يا ولاد، اللي هي الحضانات. ذا ليتل تشايلد، الطفل الصغير. نوت اوف هيز بايك اند بروك هيز ليج، حصل له على الدراجة واتكسر ايه ساقه. فيلت شعرة، فيلد ملأ، فيلد سقط ولا فيل؟ طبعا هناخد ايه يا ولاد؟ هناخد ايه؟ سقط. المضارب بتاعها فول، ها فيل، فول فيل، يعني ايه يا ولاد؟ سقط من على الدراجة. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ علا went to surgeon، a surgeon اللي هو الجراح، راحت عند الجراح. to knot the cut in her hand، عشان تعمل ايه الجرح في ايدها. كوك يطبخ، بريك يكسر، سو يخيط، ولا بلانت يزرع؟ طبعا سو the cut يعني يخيط الجرح. بعد كده بيقول لي lungs الرئتين، taking air بتاخذ الهواء، and help us to، بتساعدنا على ايه الرئتين؟ release breathe please relax، بتساعدنا على التنفس please. The opposite عكس كلمة ancient قديم، عكس القديم ايه يا ولاد؟ modern حديث، awful يعني فظيع، old قديم dangerous خطير، طبعا modern حديث. بعد كده I feel pleased not my good exam result، بنتيجة امتحاني. pleased at ولا with ولا on ولا for؟ طبعا pleased with يعني مسرور بيه. شوفوا الصفحة اللي بعد كده، صفحة كام يا ولاد؟ صفحة 140. Exercise on language، تدريبات الجرامر. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one. I used to يعني اعتدت أن. يجي بعدهم يا ولاد المصدر. Basketball but I don't know، لكن دلوقتي لا. Played ولا play ولا playing ولا plays؟ طبعا قلنا يجي بعدها فعل في المصدر يبقى play.
before he got married، قبل أن يتزوج. ياسر زيداد بابا ياسر not living Cairo. Was using ولا don't use to ولا used ولا uses to ولا didn't use to. أنف بإيه يا أولاد في الماضي؟ didn't use to، تمام؟ لم إيه يكن يعيش في القاهرة. When you were 10 لما كان عمرك 10 سنوات. Not you used to live in a different house، كنت بتعيش في بيت مختلف. أسأل بإيه يا أولاد؟ do ولا does ولا did ولا to do. طبعا إيه يا أولاد هسأل مين بال did؟ did you used to. ياسر the uncle عم ياسر. Not live in Tunisia، عيش في تونس. used to ولا used ولا using ولا is used to. طبعا ايه يا ولاد used to على طول. بعد كده when she was a child لما كانت طفلة. ياسر زي مامة ياسر not play the piano every day. was used to ولا used to ولا was using to ولا used to. هي بنستخدم used to على طول يا ولاد، ولو بن فيها didn't used to. there not a hotel فندق in our city في المدينة. 10 years ago منذ 10 سنوات. but now there are 3. there are 3 دلوقتي بقى في 3. كان في 2 بقى في 3. كان في 1 بس بقى في 3 دلوقتي. weren't ولا didn't ولا isn't ولا didn't used to be. هنقول ايه يا ولاد؟ هنقول didn't used to be. لم يكن ايه؟ يوجد. a hotel دلوقتي بقى في ايه؟ there are 3. my grandfather جدي فوتبول كرة القدم. when he was young عندما كان صغيرا. but he can't walk now لا يستطيع ان يمشي الان. يبقى play ولا used to play ولا used to play ولا plays. طبعا اخد ايه يا ولاد؟ used to play. used to زائد المصدر. بعد كده دينا give money to charity تعطي نقود للجمعيات الخيريه. but now she does لكن دلوقتي بتدي. يبقى ما كانتش بتدي عايزه انفي. بنفي بمين يا ولاد؟ didn't used to. بنفي بمين؟ didn't used to give money لم تكن ايه تعطي نقود الجمعيات الخيريه. but now she does لكن دلوقتي يا ولاد بتعطي. تمام 141 صفحه 141 بيقول لك ياسر is grandmother جده ياسر not work in a hospital تعمل في مستشفى. used to ولا is used ولا uses to ولا is using. طبعا يا ولاد used to اعتقد ان تعمل في المستشفى. when I was young عندما كنت صغيرا. I used to I used not a chess. طيب playing ولا to playing ولا to play ولا played بعد ال used to المصدر تبقى to play a chess. بعد كده did he فعل في المصدر. to walk to work التو موجودة فاضل مين يا ولاد؟ use بس تبقى did he used to walk to work هل اعتاد ان يمشي الى ايه؟ الى العمل. where did you used to live used to live ولا lived ولا living. بعد ده عايزين مصدر يبقى هاخد مصدر والتو والمصدر تاني تبقى يوز تو ليف. يوز تو ليف سيرتين نقط. يو يوز تو جو اون بورت تريبس رحلات قارب. وين يو ليفد ان اسوان. طيب هسأل بيه بقى يا ولاد دو ولا ديد ولا داز ولا ار. اسأل في الماضي بديد تمام ديد يو عشان عندي فعل في المصدر اهو اللي بيجي بعدها مصدر طبعا did. I know to do sport أمارس الرياضة in the club في النادي when I was a child لما كنت صغير يبقى كنت أعتاد. I use ولا uses ولا using ولا used. I used to اعتدت أن. We used to عايزين مصدر. In the countryside في الريف. But now we live in the city لكن دلوقتي عايشين في المدينة. يبقى lived ولا live ولا lives ولا living. طبعا used to عايزين مصدر يا ولاد used to live. dad used to be late for work بابا اعتاد ان هو يتأخر على العمل. but now he لكن الان هي ايه؟ do ولا does ولا doesn't ولا isn't. طيب انا عندي verb to be يا ولاد هي بتاخد ايه مع verb to be بتاخد is يبقى هجيب isn't منفيه but now he isn't. لما الاقي verb to be انفي ايه على حسب الفعل اللي عندي. بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in the brackets صحح الكلمات اللي عندك من الأقواس دي يا ولاد. ياسر is grandfather جد ياسر doesn't use to know how to drive a car لم يكن يعتاد أن يقود أي سيارة. عايز حاجة في الماضي يا ولاد يبقى إيه؟ didn't. didn't use to. do you use to have
lot of work، هل كنت معتاد ان تاخذ ذلك كثير من الواجب؟ اسال في الماضي عليه ولا بديت، تبقى ديت ايه؟ ديد يو يوز. هاو ديد، عايزين فعل في المصدر، هاو ديد ايه؟ يو يوز تو جو تو سكول. اي يوز تو، عايزين بعدها مصدر، اي يوز تو هاف، يبقى I used to have my lunch، اعتدت ان اتناول غدائي with my father، مع ابي، when I was young، عندما كنت صغيرا. يبقى الماضي من هادي يا اولاد ايه؟ have. where did he، عايزين ايه مصدر؟ use to live، تبقى used to live. بعد كده I not used to smoke، عايز اقول لما اكون اعتدي التدخين، انفي في الماضي مني يا اولاد didn't. وبعدها يوز في المصدر didn't use to smoke. what not do your father use to do in the past، ماذا اعتاد ان ايه يفعل ولدك في الماضي؟ اسال في الماضي بيني ولاد what did، what did your father do. بعد كده when I was young، عندما كنت صغير، I used to not playing ولا play، بس طبعا play مصدر بعد play بعد used to، تبقى I used to play تنس، كنت بلعب ايه التنس. My father أبي used to not work in a tourist company، شركة سياحة. 5 years ago، منذ إيه؟ 5 سنوات. used to work بس فعل في المصدر، تمام. هتقولي صفحة 143 بقى، 143 general exercises on lessons 3 and 4، تدريبات شاملة على الدرسين التالت والرابع. أول سؤال معايا ولا سؤال محادثة، بيقول لك إيه بقى؟ compare the following dialogue، أكمل المحادثة الإيه الآتية. اول سؤال معايا بيقول لك علي is talking to خالد، بيتحدث مع خالد about his great grandfather، عن ايه؟ الجد الاكبر. اول سؤال بيقول له did you know much about your great grandfather، هل تعرف الكثير عن جدك الاكبر؟ طبعا هيقول له ايه؟ yes I do. I talk love الى you، talk love الى I، ودي تنزل بعد yes I do. ده سأل سؤال تاني، قال له he used to have a big charity in his village، كان عنده ايه جمعية خيرية في قريته. نسأل السؤال ونقول ايه what use، هسأل بديت what did، بعد كده he what did he use to do، ماذا اعتاد ان يفعل. بعد كده سألني سؤال تاني، قال لك yes he used to give money to the poor، اعتاد ان يعطي النقود للفقراء. يبقى كان بيساعد الفقراء. did he use to help the poor، كان بيساعد الفقراء. بعد كده are you proud of him، هل انت فخور به؟ هيقول له طبعا ايه yes I'm very proud of him، ده انا فخور بيه جدا. do you want to be like him، تحب تكون مثله، نفسك تطلع زيه؟ yes I want to be like him. ممكن اقول yes I do، خلاص. choose the correct answer from A, B, C or D number 1. the نقط take air into the body، ايه اللي بيدخل الهواء الذي بيدخله الجسم؟ ears الاذنين، lungs الرئتين، teeth الاسنان، eyes العيون، طبعا lungs الرئتين. the نقط pumps blood around the body، مين اللي بيضخ الدم حول الجسم يا اولاد؟ stomach المعده ولا brain ولا heart ولا lung؟ طبعا اللي بيضخ الدم مين يا اولاد؟ القلب. I wrote، أنا كتبت the ideas أفكاري which the teacher suggested. يدون يعني إيه يا ولاد؟ write down ولا about ولا over ولا above؟ طبعا write down يعني إيه يدون. بعد كده a نقط is someone who works for no money، يعمل بدون أجر. to help people، لمساعدة الناس. scientist العالم، volunteer متطوع، نيرس ممرضة ولا police officer ضابط؟ طبعا ده volunteer متطوع. هدى's mother، مامة هدى، not be a nurse 10 years ago، use so ولا use to ولا used ولا used to؟ طبعا عندنا be، فاضل used to، used to be عادة ان تكون ايه؟
أن تكون ممرضة منذ 10 سنوات. 44 6 not you use to go to museums when you were a child. وانت طفل كنت بتروح المتاحف. do ولا are ولا did ولا have. طبعا ايه did you use، بسأل في الماضي وبعد كده يجي الفعل عندي فين يا ولاد في المصدر. علي used to، عايزين بعديها مصدر. up early for school، يستيقظ مبكرا للمدرسة. جيتس ولا جيت ولا جات ولا جيتنج، طبعا يا ولاد جيت up early. ديت حسام حسن، هل حسام حسن كابتن اوف ذا ايجيبشن فوتبول تيم، هو ايه كابتن ايه الفريق كرة القدم المصري. يوز تو بي ولا ووز ولا بي ولا يوست ولا يوز تو بي. انا سألت بديت يا ولاد، يبقى عايزين بعديها مصدر، نركز بقى، تبقى ديت حسام حسن يوز تو بي، يوز بس تمام، يوز تو بي. بعد كده ماي فادر ابي بلاي تشيز وين هي ووز تشايلد، بيلعب شطرنج لما كان صغير. used to ولا use ولا using to ولا didn't use ولا ايه؟ used to. were not you use to live before you came to Cairo، كنت بتعيش فين لما تيجي القاهرة. does ولا do ولا don't ولا did، بسأل في الماضي بسأل بيه ولا did، كنت بتعيش فين. complete the sentence with the correct form of the words in brackets. منال not used to like math when she was at school. طيب انا عايزه حاجه كده يا ولاد، اليوز هخليها يوزد تو، يوز هخليها يوزد تمام. بعد كده هاو لونج، كام المده. دو يو يوز، طبعا ديد يو برضو اسال بديد، ديد يو يوز تو ستادي وين يو وير يونج، كام المده كنت بتذاكرها وانت صغير. وات جيمز، اي الالعاب. ديد يو يوزد تو بلاي ها with your friends، عندي ديت عايزين بعدها فعل في الماضي يبقى بدل يوز هتخليها يوز بس. she used to drink milk but now she does، لكن دلوقتي بتفعل، يبقى زمان ما كانتش بتفعل، عايزة في ولا تبقى didn't use، didn't use to. بعد كده when older parents died، لما الآباء الكبار يموتوا، they used to lift their houses to the sun، كده عايزين مصدر بعدها ولا تبقى ليف. write a paragraph of about 90 words how your life used to be، كيف كانت حياتك، مجاب عنه آخر الوحدة. صفحة يا ولاد 160، هذه الصفحة معانا اهي اهي. how my life used to be، كيف كانت حياتي. my life was different، حياتي كانت مختلفة. when I was young، لما كنت صغير. I used to have different activities، كنت بمارس ايه أنشطة كتيرة جدا، أنشطة. when I was 7، وانا عندي 7 سنوات. I used to help my parents in the house، كنت بساعد أهلي في المنزل. I helped my mother with the kitchen work، بساعد ماما في عمل الايه المطبخ. I used to help my father with his work in the garden، كنت بساعد بابا في عمله في الحديقة. I used to help my grandfather on his farm، كنت بساعد جدي في مزرعته. now الآن I am much older، بقيت كبير. I have a different house، عندي بيت مختلف، بيت حياتي مستقلة. different friends، أصدقاء مختلفين. and different activities، وانشطه ايه مختلف، عشان خلاص انا بقيت كبير تمام. ده كان الموضوع مطلوب مني يا اولاد. كده بفضل الله انتهينا من شرح تدريبات الدرسين الثالث والرابع من الوحده الثالثه جريد جوبس من كتاب بيت للصف السنه الاعدادي 2024. اي حاجه محتاجينها يا اولاد، الدروس اللي عدت كلها موجوده في قائمه تشغيل الصف السنه الاعدادي، بشرح من بيت من المعاصر وبنحل التدريبات. ويت نعمل متابعه لصفحه الفيسبوك مس هبه رجب، برفع عليها الورق كده بتاع الحلول، نرفع عليها الفيديوهات برده وننزل عليها كل جديد وحصري. يا ريت يا ولاد لما نطلع من الفيديو نعمل لايك للفيديو علشان نستمر في شرح المنهج من كتاب بيت. بتمنى لكم نجاح باذن الله. كانت معكم ميسي برجة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.